الأولى كذلك على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وليس في سانتياغو برنابيو في مدريد. الأمر قد يطول حسب آخر المعلومات وقد يصل إلى بداية يناير من السنة القادمة حتى يعود ريال إلى ملعبه سانتياغو برنابيو. ريال مدريد بالأبيض أيبار بالمخطط الأزرق والأحمر في الجهة المقابلة في الجولة 28 من الدوري الإسباني لهذا الموسم. تحت ضغط كبير على ريال مدريد بعد الفوز الكبير للبارسا البارحة بالأربعة وتعميق للفارق إلى 5 نقاط قبل هذه المواجهة بينه وبين ريال مدريد الذي سيلعب مثل ما قال زيدان 11 مباراة نهائية من أجل التتويج بلقبية الدوري. ريال الذي ما وضيعتها يا بنزيما والتسديدة من كروس وجول هدف مباغت ومفاجئ ولكنه كم ورايا توني كروس يباغت الحارس ديمتروفيتش الحارس السربي ويسجل هدف الرابع هذا الموسم في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول من عمر هذه المباراة. الريال جول ايبار 0. إذن هازارد في الانطلاقة ومارسيلو دخل وهازارد رجع للخلف لعبها مع كازيميرو متسلل بنزيما كريم بنزيما. طبعا تقنية الفار موجودة في كل الدوريات الكبرى مع الأرجنتينو كولومبي إسباني. راموس في التغطية يلعب مباشرة على الجهة اليمنى في اتجاه داني كجوم كيكي غارسيا حاول مورد بلاسيس راح والكرة خطيرة والتغطية الدفاعية من هنالك من كازيميرو يرجع مباشرة لتيبو كورتوا بيسرى في حيوية في بداية هذه المباراة مباشرة في اتجاه اسبوسيتو يواصل يدخل كرة خطيرة او عن طريق كريانا يبحث عن مدافع كوريا كرة صعبة التسديدة من هذه المباراة ودية اللاعبين عارفين هاي كرة صعبة لصالح عناصر ايبار وخطا يكون الحكم ولكن عندما لا تحضر جماهيرك قد مع فريق ريال مدريد هاي المخالفة لأوريانا تحمست الخطورة مرة ثانية والكرة ضربت مرمى الحكم كريم بنزيما يلعب مع الكرة دخل رودريجو كريم مازال كريم وريكا ناحية أوريانا يدخل الشيلي أوريانا والتغطية من لوكا مودريتش يسرى جاز لتوني كروس يرقب كورتو بصدره توني كروس والأرضية بعيدة ورايحة المراوغة مودريتش وبنزيما والكرة في الركنية بعيدة كرة لوكا مودريتش رجع لمارسيلو والكرة البعيدة خطيرة بين أقدام الحارس ديبلاسيس يلحق عليه سواريش الكرة البعيدة راموس فكيس ناحية سواريش هاي كرة صعبة لصالح ايبار يا بنزيما طبعا هازارد وصلت وهازارد وجول با 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 راموس هو الذي قاد الهجمة هو الذي قطع طريق الكرة وهو الذي كان أمام المرمى الفارق يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط ثاني هدف الريال بست أهداف هذا الملتحي هذا الشيخ راموس يسجل الهدف الثاني. أعطونا اللقطة منذ بدايتها كيف قطع الطريق وانطلق ومرر مباشرة لكريم راوغ كريم ودخل راموس راوغ الأول وأمام الثاني وصل عليه هازارد هو أنه أيبار عنده الجرأة أيبار عنده الشجاعة فريق أيبار هذا خطأ من باران هاي كرة صعبة تسديدة من إسبوسيتو وتيبو كورتوا يستلم هذه الكرة شفنا الخطأ اللي ارتكبه رفايان باران ورودريجو كادير حق ومارسيلو جول سفل للريال بنزيما وإيدن هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل أول أهداف هذا الموسم مارسيلو مع الريال في الدقيقة 37 يقصف بالتقيل ريال مدريد البارسا ضربت بالأربعة نحن نضرب بالثلاثة اليوم بعد 37 دقيقة وما زال موري يلحق عليه سواريش وصلته سواريش وكارفاخال معه وتيبو كورتوا يتمكن من هذه الكرة فيش في القواميس لاعب يتوقف فريق يتوقف 3 أشهر علي سواريش والكرة البعيدة المرفوعة بعيدة كتير بالراس صعب التفوق على راموس أردت ممكن أيبار يرجع في أي لحظة الركنية تنفذ بالراس اللقب قد في مشوار المنافسة على دوري أبطال أوروبا في هذه الركنية توني كروس والكرة الداخلة بحثا عن راموس ورافائيل تحت ألغام هذه الهتافات
20 من الدوري الاسباني. بعيد الكره هذه على رودريجو والتغطيه من الحارس ماركو. الكره صعبه لصالح عناصر الريال. رودريجو رائعه باليسرى رودريجو ورادعه من ديمتروفيتش. والحكم في هذه اللحظات السيد غيليرمو الكوا شاهد في مندي دخل فيرلان مندي في تشكيلة فريق توقيت صيفي والفارق ساعة بين التوقيت في إسبانيا والتوقيت في الدوحة ساعة واحدة. فانطلقت مباراة ساعة 7:30. كرة بعيدة من أوريانا بعيد. لا لا ما زالت الخطورة. أوريانا القائم الثاني. كرة صعبة وتغطية دفاعية من هنالك من أمام اللاعب دي بلاسيس. ليدن عازارد يرجع مرة ثانية لمارسيلو. هاي كرة صعبة للريال ولكنها بعيدة على كريم بنزيما. بالكرة ممتازة عن طريق ليدن عازارد. أرجع لمندي. رودريجو الخطر ياتي من كل الجهات. رودريجو راموس ما زال عنده الكره يلحق عليه مارسيلو وكذلك راموس. تلعب في الوسط لأوريانا يغطي كورتو. هاي المراوغه هازارد ما زال بالتوزيع بين احضان الحارس ديمتروفيتش. كره جت محاصر يضيع الكره تسترجع من هنالك عن طريق قلب الهجوم كيكي غارسيا والكره في الخطا. يصفر الحكم. تلعب بسرعه من جانب لاعب للوقت. محاولة التسديد. التسديد يا سلام في منتهى الروعة هذه التسديدة من قبل إسبوسيتو وفي منتهى الروعة الارتماء من تيبو كورتوا يخرج. يا سلام رائع الكرة هذه ضربت في العارضة الأفقية. إسبوسيتو ورائع الارتماء من الطويل الكرة صعبة وجول. كرة صعبة وجول ضربت في هذا وذاك ودخلت تحت رجل تيبو كورتوا. هدف أول لنادي أيبار في الربع ساعة الأول من انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 60. من الذي سجل؟ أنا لا أعرف حتى أنتم. هل هو إنريك هذا أم إسبوسيتو الذي سجل الهدف لفريق أيبار؟ هاي لعادة بيدرو ليون. الكرة الأولى ثم الثانية ضربت هنا في وضعية تسلل أم لا؟ الزاوية هذه لا توضح. أعتقد بأنه مارسيلو هو اللي دخلها. أعتقد بأنه مارسيلو هو اللي هو مارسيلو يتفوق. هاي مندي كسرت وضعية التسلل. كم صار الامر منصف في لعبة الكرة بفضل تقنية الفار. اخطاء مثل او كرات مثل هذه العناصر ايبار. كرة في العمق البحت عن انريك. اي انريك اسلوا وصلت لبيدرو ليون على الجهة اليمنى ليون. اي صعبة لانريك. لم يكن في وضعية تسلل هنا بيدرو ليون في وضعية سانحة وتيبو كورتوا اغلق الزاوية كلها. هذه المرة تمكن يسكو خيميس رودريغيز ماريانو وحتى ناتشو سجل هذا الموسم مع فريق ريال مدريد. بالإضافة إلى الفريق الذي سجل عدد أكبر من اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى كلها هذا الموسم. يعني مش فقط باني مسجل هدف واحد هذا الموسم مع فريق أيبار. كرة بعيدة وضربة مرمى. يقول حكم المباراة لصالح عناصر ما وضيعتها يا بنزيما. والتسديده من كروس وجول. التسديده من كروس وجول. هدف مباغت ومفاجئ ولكنه كم هو رائع. توني كروس يباغت الحارس ديمتروفيتش الحارس السربي ويسجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدقيقه الرابعه من انطلاقه الشوط الاول من عمر هذه المباراه. الريال جول ايبار زيرو. ايدن هازارد في الانطلاقه ومارسيلو دخل وهازارد رجع للخلف. العبها مع كازيميرو. متسلل بنزيما. متسلل كريم بنزيما. بنزيما طلبها هازارد وصلت وهازارد وجول. با 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 راموس هو الذي قاد الهجمه. هو الذي قطع طريق الكره وهو الذي كان امام المرمى الفارق يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 30 من عمر الشوط. ثاني هدف الريال بست اهداف هذا الملتحي هذا الشيخ راموس يسجل الهدف الثاني. اعطونا اللقطه منذ بدايتها كيف اقطع الطريق وانطلق ومر مباشره لكريم. راوغ كريم ودخل راموس ورودريجو كاد يلحق ومارسيلو جول.
الصفر للريال. بنزيما وادم هازارد، هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل اول اهداف هذا الموسم. مارسيلو مع الريال في الدقيقه 37 يقصف بالتقيل ريال مدريد. البارسا ضربت بالاربعه، نحن نضرب بالثلاثه اليوم بعد 37 دقيقه وما زال. الكره صعبه وجول، كره صعبه وجول، ضربت في هذا وذاك ودخلت تحت رجل تيبو كورتوا. هدف اول لنادي ايبار في الربع ساعه الاول من انطلاقه الشوط الثاني في الدقيقه 60. من الذي سجل؟ انا لا اعرف وحتى انتم، هل هو انريك هذا ام اسبوسيتو الذي سجل الهدف لفريق ايبار؟ هاي الاعاده، بيدرو ليون الكره الاولى ثم الثانيه، ضربت هنا في وضعيه تسلل ام لا؟ الزاويه هذه لا توضح، اعتقد بانه مارسيلو هو اللي دخلها، اعتقد بانه مارسيلو هو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.